إخواني الأعزاء في قناة التجمع الدولي لطيور الزينة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد. غبت عنكم فترة طويلة بسبب المشاغل والأوضاع، وللأسف ابني رجع للمستشفى، هو تقريبا صار أسبوعين المستشفى، هو عنده مشاكل من كان صغير، مشاكل بالدم والقلب، والحمد لله على كل حال واحد ما عنده شيء غير يفوض أمره لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نعتقد أن مع العسر يسرى، ونعتقد إذا مرض فهو يشفين. الشمس حلوة اليوم الربيع، وأنا قايل ما أريد أتقرب من كوكو والأنثى مالته، لكن من أجي هنا وأكلهم شوية أطلع عليهم هم نشوفكم نسلم عليكم. ماكو شيء جديد، أعتقد الباجي اليوم شفتهم يتزاوجون، وبعد هو هذا موسم التكاثر من الشهر العاشر هنا بأوروبا، الجو دافي والحمد لله أزمة البرد راحت، والطيور الحمد لله والشكر ما فقدنا ولا شيء، والوضع زين يبشر بخير. تعال كيتي كيتي تعال. السلام عليكم السلام عليكم. والأيام زو بعد هاي الفيروس كورونا، خاصة بالدنمارك صار كلش هواي المرضى. هسه ابني انا صار لي 3 ايام لو 4 ممنوع الزياره، لان يخافون من العدوى والانتقال للعدوى، والحمد لله والشكر من ناحيه الكورونا ما بي شيء، لكن مثل ما قلت لكم هو عنده امراض بالقلب وعنده مرض بالدم يصير بيه بكتيريا. الحمد لله على كل حال، ولا تنسونا بدعائكم. هالايام انا ما اقدر اصور لان كلش مشغول، وشويه الوضعيه معنويات هابطه، أكيد الولد غالي مفكر بيه هواي، وبعد ما نقدر نسولف، بس حبيت أطلع عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق قبل أن أقول في أمان الله، اللاتينو قررت يوم 1/4 إن شاء الله أنقلهم أخليهم أدمجهم إياه باقي الطيور، لأن أنا أخذتهم من واحد عنده شقة، فصعب أنقلهم من الدفو إلى البر. هاي الطيور إذا صارت مزعجة عودتها قلها إش إش. وخل نروح نشوف الحسون بعد ونرجع. حليوة هاي أمورتي شمس. الحسون أنا جبتهم العام بشهر الثامن، وهسه صار لي أسبوع عزلتهم، الذكر فوق والأنثى حدر، لأن إحنا عندنا بشهر الرابع يبدأ التفريخ مال الحسون، فإذا تعزلهم حتى لو يغرد شوية الذكر لا ترجعه، إذا واحد عنده حسون إلا يغرد بقوة كلش، ويظل يجرب الأشياء مثل يجرب خيط أو شيء، يعني رابط له خيط واحد صوف، إذا ظل يجرب فيه حيل بقوة والتغريد قوي، التغريد مو كافي، يظل يحرك بجناحه ويتمايل بجسمه يمينا وشماله، يلا طلع ويا الأنثى. الأنثى كذلك إذا ظلت تسوي بتبتة أو صوت تجذب طائر وجسمها تميله ايضا يمين وشمال، تدخل الذكر عليها وتطلعهم كيفك اذا عندك سلاكة، اهم شي تجمعهم سوية ورا هاي الفترة. الغذاء نعطيهم المتنوع، الانثى كذلك مخلي يمها خيوط، اذا شفتها جهزت اجمعها ويا الذكر، هاي الطريقة المتبعة. وفي أمان الله.